الاشكال امي مفضحه الطويله. يلا السلام عليكم. لا تنسوا يا جماعه تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. ليكو يا جماعه انا اكلت سهم من هذا الاحول عزام. عملت مقلب بجبل لساتني بنفس الثياب لانه عم صور الحلقه الثانيه. رابط المقلب بصندوق الوصف، اللي ما شافه يروح يشوف. اللي ما شافه يروح يشوفون مقلب بضحك. حمودي كان نايم فيقته على رابي. نعم. يلا. هلا عندنا تحدي يا جماعه. فكره التحدي من مين؟ ابو جبل. انا ما عرفت القصه كلها. هي عندنا هون ثلاث بالونات بالوان هدول كلهم. اصفر هون اصفر، اخضر في اخضر، وازرق في ازرق. هون هدولين انا بدي اكون ورا بابا. هني اول شيء بابا بيكون وراي او عزام. بيطالعوا لي وحده. مثلا طالعوا لي اللون الازرق، انا اذا قلت اصفر بيروح علي بخسر. اذا قلت ازرق لازم طق وحده من الزرق. حلو تمام انا معك. على لا. كل حال يا جماعة لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات يا جماعة. كل شخص من اين وبلد عم بتابعنا مشان نعمل الأغنية بلهجتكم إن شاء الله. هلا لحد الآن الإحصائيات المبدئية بصراحة هي سوريا والعراق. نعم. بصراحة يعني سوريا والعراق هلا بالمرتبة الأولى. نعم. فشدوا الهمة. نعم. خلونا نبلش بالتحدي. اوكي يلا نبلش من صغير عندنا. عسل داخل معنا؟ لا بعدين بيروح في يبس. يلا جاهز حمودي؟ جاهز. يلا هو هيك التحدي والله العظيم. انا هسه ماني عارف. هذا لون اخضر صح؟ ما لا والله الجبل حظه حلو. شوف لنا بس شو كان ضل. بس ما هيك لازم يصرفها انه لازم يعمل. عرفت كيف؟ 20 مره ضغط. يلا ما راح يكون هيك. سيك هلا دورك. بدون السم يا جماعه احنا نرسم رح ناخذ بايدينا لانه ما رح تجي معكم. خلص بيني. يلا هات لنشوف. هلا عزام دير وشك. يلا دنا. هات اينو لون اصفر. ياو صح شلون تعرفون؟ اقسم بالله ما غشيت استوحاء هيك ما بالعالم. ما فيك تغش، إذا داير ظهرك شلون بدك تغش؟ لا مو بيوت. يلا طقه. طقه. شو هذا؟ بزر. بزر. ما فزت أي. لا هذول لي حبيبي لا تعرفون شيء. يا جماعة. بزر. طلع بالبالوني ملياني بزر وانطشت بالارض. يا محمد امي اذا بتشوفها لمن لمن قبل ما تجي امك تشوفهم. لمن امك حطتها. هلا دور بابا. نعم بابا غشك. ها ما فيني غش. اذا داير وجهك انا وهيب. شو اخبارك؟ اخضر. غلط اصفر. خلص بتصير. يلا دور مين؟ دور ابو جبل. حط له وحده اختيارك. تمام؟ يلا ازرق. بس سمحنا ما حطينا. بس انا على فكره كنت لسه ما حطينا. ليش قلتوا لي ما حطينا؟ ما دخلنا. ما حطينا لسه. ماسكه فيها. ما كان ماسكه فيها. ما دخلنا. طيب يلا خذ وحده زرقاء. هي شوي شوي. ها شوي شوي بابا شوي شوي. عسل هربت يا جماعة من الأصل. شو طلع له؟ فاضي. طلع لك فاضي؟ طلعته فاضي يا جماعة. صفرا أزرق. دولي يا بنت الكلب. يلا هات دوري. يلا يلا هات. أنا بدي أعطي وحدي. أنا بدي أعطي وحدي. يلا حطيته اخضر. لا ازرق. روحوا عنا بطلت انا يا وبطلت. ليه هالدرجة صاير عم تزعل؟ شو ما عم بزعل ما طلع لي شيء. يلا يلا
وين عسل؟ عسل زلمة طلع لي شيء هلا. بالله وين عسل؟ والله ما بعرف. هيك يخاف. عسل خافت من البالون. صار معه. عسول. مختل عقليا صار. عسول. عارف وين هو الزلمة؟ ليكل ياكل نايم. نايم. عسولي نمتي؟ يلا. نايم تحت الكرسي. هلا أنت طالع لي. بدي لك هاد. ليكو عسل عم ندور علي طلعت نايمي هون. يلا هات لشوف. قوس قزح. يلا. يلا جاهز؟ جاهز. اخضر. لسه ما حطيته. ما حط شيء. شلون كله جاهز؟ والله لسه ما حطيته. هادو. شو بجبن؟ اصفر. اي هلا قلتوا قبل النقرة. يلا. يلا. يلا عزام. يلا حطيته؟ ايه. اصفر. لا لا اخضر اخضر مصوره مصوره مصوره. يلا حطه. اخضر. لا لا هلا ما طلع لي شيء. بطلت. لا قوم عم تأثر عليك الرصاصه اللي قعدت بقلبه. يلا حطيناه لك. خضر. شو هو؟ يا محمد شو كل هدول؟ شو هالحصة؟ فرجيهم فرجيهم مصاري يا جماعة. هلا انت كل تحدي بدي يطلع لك مصاري؟ شو سوي ذاك النهار 200 ولا؟ انا بطلت يا لسه ما طلع لي ولا بالوني انا. ولا 10؟ قد ايه طلع لك؟ 20 30 40 40 ليرة؟ دريلة بزر. طيب يلا دوري. هلا جاهز؟ جاهز. يلا حطيته؟ حطيته. تعرفوا هاي اللي وراي؟ كم محاولة معي؟ محاولة. شو عم تقرا القرآن؟ خلصنا. صفرة. صح اتفتح على المقولة يلا يلا انا بختل لك هديك هديك من حظ ما انا حظ ما صار هاي طيب بلا 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 ما بدي نقزها شلون بدك تطقها رح نفسها توفيق يلا يلا خلصي خلص ورقة؟ ورقة؟ ما شلون نشوف ورقة ايه؟ اسمع شوي بدي استفسر فيها بدي استفتح فيها جائزة الأوسكار تاخذ هدية شو هي؟ هي أنا جايب لك إياها أنا جايب لك إياها إلك بس بصراحة كنت مشتهي إنه تطلع لغيرك وخسرك إياها لا هي كل مرة يا جماعة بترجع تطلع إلي هي قوة قبل أجيب لي إياها هدية نعم يلا دورك مبروك هديتك هلا دوري نعم ايه. يلا انا لقيت لك يلا لا تضرب على البوف رصاصه يلا اخضر كفو هاي اخضر استنى ما طلعت بضربك واخيرا طلعت لي وحده يلا على اخضر طلعت لي وحده خضراء الله ما الله ما بسمع غير كلام الله استنى انا نفسك يا يلا إذا بتكون شغلة صعبة تكون تاكل أكلة على فكرة. نعم. تربح معقم ضد الكورونا. شو؟ والله عظيم عم تربح معقم ضد الكورونا. روح له عنا. كورونا. كورونا. الدنيا كورونا. و15 ورقة. عم تحكي لي؟ يا جماعة بضحك عليك. مشان تقتل كورونا. لكن كورونا بدك يا جماعة ثلاث محاولات ما طلع لي ولا بالون ربحتوه هلا آخر شيء قال بيطلع لي علبة معقم. نعم عاد يلا هاتي عاد يلا هاتي شباك بطلت انا ما عندي لعبة شباك يلا يلا هيا الحمولة اصفر شو؟ امك دايس احلت قبل ما تبلش انت بتقول شو انا بطلت على فكرة يا انا انت بطلت انتوا جماعة ما بعرف شلون عم تغشوا عم تضحكوا علي يا جماعة غش حقرا بقرا اللي ربي عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هديك يلا لا تطقطا ليرة ونص ليرة ونص 41 ونص بعد 40 منيحة
41 ونص 41 ونص بدك تقرب وتتحدى. انا ما دور عليه؟ لا دوري. شو الحكي؟ لك ايه ما هو صغير كبير اكبر عرفتي؟ يلا يلا يا جماعة نختار. يلا بدي لمسة. ما في ما في استلهاء. ما في. طب اماني طولي دوري. ما في يلا خلصنا يعني بس هيك مرتين. ما في. يلا زرقاء؟ لا يلا داري. يلا شو جاهز؟ جاهز ايه مولك. يلا والله نسيت والله نسيت. يلا قلت امه عرصاصه والله. يلا خلاص على راسي والله. يلا جاهز. يلا هاي شو. يلا هاي شو. يلا طيب اصفر. يلا ما في غير وحده صفراء. تعال هنا شندرت. ما في غير وحده صفراء. شندرت مشان ما تغيرها. هلا اصفر ما بل اللون الاصفر بدنا نشيله. هذا نشوف. طب لكم المصاري لكم 10. طلع لي 10 ليرات يا جماعه. زيد علي 5 ليرات. ما متلين. انت قديش؟ 40 41 ونص. انت 41 ونص انا 10 ليرات. يلا نعمي هذا دور مين؟ دوري. يلا هلا اللون الاصفر راح لانه ما ضل الاصفر. هات لنا شوف. يحبه؟ حاطط له ازرق. والله متفقين. عندي حظ حلو. متفقين علي؟ والله ما متفقين يا ابي. شو بدي اتفق عليك؟ انا ثلاث اربع مرات ما طلع لي شيء. تعال انتش له اياه. انا تش لك ما تنتشش معه. لا تهزم ما والله مضبوط. ما نقول له اسمع خلص اتركه. طيب روح قاعد مع ارنب وبدك تفتح عمل ولد. عمل ولد يا جماعه. نسكافيه. نسكافيه. يلا هلا بعد التحدي تروح تعمل لي اياه على السريع. لا ما الك الك على السريع. الك سامحني فيك. يلا هلا دور تعطيني العشرة. هات لي 10 بعمل لك. الله ليش رحت لقدام وغششته؟ لا ما غششته ولا شيء. لا حسيته غششته. لا غششته ولا شيء. يا سيدي بقص ايدي اذا ما غششته. يلا خلص خلص. لا لا والله. يلا دور دور. لا خلص. هلا هلا ما ضل غير اخر وحده صارت لك. هلا لك وهي له. خلص يلا هي له خذها. صارت هات لك فقعوا لي اياها. رح افتح له تبعيته اول شيء. هات لك حكم كانه. تربح معنا؟ تربح معنا؟ تربح معنا كفين؟ أنا 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 راح أقول لك وقف وقف. بعده أنا بدي أضرب بكف وهو بكف. لا أنا بدي أضرب بكف. وقف أول كف ليه؟ هلا شو ما بعرف. جيبين وأساس كأنه هلا بدكم شو اسمه وتضربوا أول كف ليه؟ واحد اثنين ثلاثة وقف هون نظام. وقف هيك طلع فيه. وحين طلع فيه كأنك جماد. بس بس يا جماعة أنا طلع لي حكم تربح معنا كفين مرتبين بس أكيد الأولاد خجلوا يضربوا أبوهم وعافوني منها. شكرا كثير لكم. هات لي نشوف بعدين. جار 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 جار. هاي إليك إليك. أنا بشوف شوي. أنا يالك مبروك عليك. مبروك عليك. تعال فرجينا شو طلع. منيح ما طلعت لك إلك يا أبي. بيفضحك. طلعت له مناكير. طلع له قنينة مناكير نسوانية كبيرة عزوني. يعني سوسو سوسو الوحش شو بيطلع له؟ حظه. لك على كل لا
انا اللي ما طلع لي شيء. قلت له ما طلع لك شيء. لا طلع لك 10 طلع لي 10 ليرات. اشتري فيهم 5 ايام. طلع لي 10 ليرات. خلاص ما دخلنا. وكفينا كناهم هلا على فكره هذا اللي استفاد. ليش يا جماعه عن جد اب جبل بكل شوف انا طالع. ايه شفته. يا جماعه اب جبل بكل تحدي عن جد هو اللي عم بكون حظه بالاموال يعني اكثر شيء. يلا على كل حال ان شاء الله يكون عجبكم هذا التحدي ان هو الحلقه هذه. يلا انا حزين. هيك يا جماعه نكون وصلنا على نهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا لنا لايك شير سبسكرايب. لا عندها بوكس سبسكرايب فارس الرجال شو نسالكم كل يقدر. يلا لا اله الا الله.